السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أنا الحاج جداية. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك مولاي. وأنا الحاج سي محمد الحلو. عقلت عليك سيدي محمد الحلو. مرحبا مرحبا. وكيلا عن الحاج. بارك الله فيك أخويا. وأنا الحاج بغيت شي دعوة وجماعة اللي كيقول جميع المسلمين يقول آمين. يا ربي يا حمان. يا ربي يا كريم. جميع المسلمين. المريض والميتين والحيين. لا إله إلا الله يا ربي يا كريم. وامي الحاج وانا كنسمع لك من كنتصنت لك كنولي نبورش امي الحاج تني غالي وقت يجي نتصنت لك. اعزك الله اخويا. بارك الله فيك مولاي. بارك الله فيك. الله ينورك بنور الله. الله يبارك سيدي محمد. عزيز امي الحاج. اعزك الله اخويا. بارك الله فيك اخويا. ومن كتكون هذيك كنبكي ومعك كنزيدو نبكي وشي مستمع عاود هكاك. لا اله الا الله. وامي الحاج واحد سؤال يقول لك يضحكونا قليلا ويبكون كثيرا. يا خويا اه. وديك القصه ديال نعيمان مع رسول باطا قال لك الرسول ضحك عام. اييه. وعمي الحاج وتحياتي ليك وانا فرحان من هدرت معك. جزاك الله الف خير سيدي محمد. جزاك الله الف خير. الله يبارك فيك اخويا. اعزك الله واكرمك الله. وتحيه كبيره لساكنه اقليم تاونات. الناس طيبين، الناس أصحاب النية وأصحاب الطهر والعفاف والقناعة بالقليل. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الله يحفظهم أجمعين. سيدي محمد، فعلا هناك من قال فيهم رب العزة أنهم يضحكون قليلا ويبكون كثيرا. من هؤلاء؟ هؤلاء الذين المعجبين بأنفسهم. الدنيا غدارة كتغدر، وكم من واحد ربما ربي عز وجل وسع له في الرزق، ووسع له في العلم، ووسع له في الأولاد، ووسع له في الدنيا، فعوض أن يحمد الله ويشكره كيقول أنا أستحق هذا، أوتيته على علم مني وأنني كذا وكذا، فيسخر من الآخرين ويضحك على الآخرين ويتكبر على الآخرين. فقال ربي عز وجل كم سيضحك هذا؟ سيضحك المدة مهما طالت، سنة سنتين 10 20 سنة. الحياة قصيرة، كلنا سوف نودع. الحياة مثل فصل الربيع سرعان ما تنتهي وندخل إلى القبور، ثم يكون يوم البعث والنشور، ثم إلى ربكم تحشرون. أنا ذاك سوف يبكي كثيرا. الصالحون كانوا كيفضلوا أنهم يبكيوا في الدنيا، يبكي على خطيئتك، يبكي على ذنبك. كان الصالحون كيتجمعوا بعضياتهم كيقولوا تعالوا بنا نؤمن ساعة، وكل واحد كيتفكر خطيئته. ربما قد يكون قد فرط في الصلاة، فرط في النوافل، ربما أنه هجر القرآن ولم يقرأ كلام الله تعالى، ربما أنه جاء موسم الزكاة وعليه أن يخرج زكاة أمواله فلم يفعل، ربما أنه مد يده إلى الحرام لقى الغفلة ومد يده إلى الحرام وحتى واحد ما حاسبه وبقى مع نفسه هكذا راض، ثم يستيقظ ضميره. وربما 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 قاطع للرحيم عاقل الوالدين فكيقول تعالوا بنا نؤمن ساعة. فلما يؤمن ساعة كل واحد يتفكر خطيئته ويبكي بين يدي ربه. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ثم بعد ذلك هناك الضحك، غادي يكون إن شاء الله في الجنة. هناك الفرح والسرور الدائم الغير منقطع. لكن في الدنيا مع كل هذا، وأما بنعمة ربك فحدث. الدنيا يعني ليست بهذا السوء. الدنيا هي ربي غسمها الدنيا من الدنو، يعني ناقصة، ومع ذلك فيها من الخير الشيء الكثير. الدنيا ربي وضع فيها نعم كثيرة، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعيم الله كثير، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وربي يحب الشاكرين لكي تنعموا بالدنيا دون أن يتكبر الخلق. فالحياة فيها وفيها، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة.
ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أخي السي محمد الحلو الله يحفظك بحفظه، نسأل الله تعالى أن يجعل لك نورا تمشي به بين الناس، وأسأل الله تعالى أن يسعدك بزوجتك وأولادك، وأن يرزقك رزقا واسعا طيبا مباركا، ويجعلك مع أصحاب رسول الله من الأنصار والمهاجرين. اللهم أمين يا رب، اجعلنا وإياهم وكل من قال أمين، قولوا معنا جميعا أمين. آمين آمين يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.